تفسيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي حتى يقام لهذه الصلاة التي أمنا فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المنيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل
ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة.